مسؤولية الوعي الجامعي. خلونا نبدأ بمثال ونقول لو كنت مثلا في مطعم طيب وفيه المطبخ اللي تطلع منه الأطباق. المطبخ هذا فيه الشيف الرئيسي وفيه معه مساعدين وفيه أشخاص يعني مراتب زي ما نقول، وفي أشخاص مثلاً مساعدين المساعدين، في أشخاص عاملين، في يختلف يعني مسمياتهم. الآن هم يشتغلون كخلية نحل يعني كذا بشكل متعاون، يعني ما في واحد هو يسوي الطبق من الألف إلى الياء، لا هم يتقسموا شغل، فيه اللي يسبع المواعين، وفيه اللي يعني يخبز الخبزة، وفيه اللي يجهز الصوصات، وفيه اللي يشرف على العمل، فهم يعني متقاسمين، كل واحد يسوي شيء 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 كذا. في النهاية أنت تجيك الطبخة كذا كاملة. في النهاية إن هذه النتيجة النهائية اللي توصل لك. لما تقول طيب النتيجة هذه اللي وصلت لك أو الطبق هذا اللي وصل لك، مين اللي سواه؟ هو المطبخ اللي سواه. المطبخ طبخ الطبخة وقدم لك هذا المنتج. هذا بالضبط 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 ما تقوم فيه الأرواح بشكل جماعي، إنه المطبخ هذا اللي في المطعم قاعد يشتغل عشان يقدم هذا الطبق. طب لو مرة من المرات واحد من المساعدين كان فيه مشكلة، يستبدل في أحد يغطي مكانه، المهم في النهاية إنه الطبق يطلع صح، الطبق يطلع للعميل وانت تشوف الطبق تقول اوه تمام، ما تدري انه اوه كان عندهم نقص، كان ما في مساعدين اليوم، كان في احد غايب اليوم، كان فيه لخبطة، في النهاية يجيك كل شيء تمام، كل شيء مضبوط. فهذا مثال للواقع الوعي الجمعي او الارواح بمجموعها كيف هي تشتغل وكيف هي تؤدي المهمة اللي عليها. ما في واحد يقدر يشيل كل الشغل يؤدي كل المهمة، بس مثلا الشيف أهم من المساعدين، المساعدين أهم من كذا أهم، بس كلهم مهمين. يعني لو أي واحد فيهم راح يكون في ربكة، لو أي واحد فيهم تأخر، لو أي واحد فيهم تلخبط، لو أي واحد فيهم ما أدى عمله بشكل جيد يكون في ربكة ويكون في لخبطة. قد مرات يكون في هدف عند واحد من هذول الأشخاص اللي موجودين في المطبخ، هدف شخصي إنه هو يبغى يحققه، إنه يقول والله أنا أبغى أجرب هذه الطبخة، أبغى أجرب هذه الطبخة. أيا كانت الأهداف الشخصية اللي يلتزم فيها كل واحد مع نفسه، في هدف جماعي لكل هذول الموجودين في المطبخ إنه يطلع الطبق بشكل صحيح ومتكامل وكما هو مطلوب. حتى لو كان في أهداف شخصية، حتى لو كان في أهداف ثانوية، حتى لو كان في أشخاص ما التزموا بعملهم 100%، في النهاية هذا اللي يصير، وفي النهاية الكل عارف هذا الشيء. هذا بالضبط اللي يصير في الحياة الواقعية مع الوعي الجمعي اللي احنا نعيشه، انه انت لما تؤدي رسالتك اللي انت مشغول فيها الفردية، لما تؤدي رسالتك الفردية انت تؤديها ضمن مجموعة كلهم بمجموعهم كاملة قاعدين يطبخون الطبخة، كلنا مع بعض قاعدين نطبخ الطبخة، والهدف ان نطبخ الطبخ كلنا مع بعض. صحيح يمكن كل واحد مركز على نفسه، كل واحد منتبه لنفسه، كل واحد مركز على رسالته، كل واحد منتبه الروح، وكل واحد هو منتبه وش يبغى وش ما يبغى وش يسوي وش ما يسوي، بس احنا كلنا كأننا جوا هذا المطبخ، كل واحد قاعد يؤدي دوره، كل واحد قاعد يؤدي دوره لما تنطبخ الطبخه. ايش هي طبختنا احنا؟ مثل المثال اللي ذكرته لكم، احنا كلنا قاعدين نشتغل ونطبخ عشان نسوي طبخه واحده. ايش هي طبختنا؟ الحياة. بالضبط بالضبط.
لا مو نتطور، لا لا، انه 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 نكون موجودين يعني الحياة، انها تستمر الحياة، انها تستمر الحياة، تستمر هذه الدنيا. هاي طبختنا، هاي طبختنا اللي هي التدافع، اللي هي التدافع، انه يكون فيه الشرير وفيها الطيب، فيه الصالح وفيه الطالح، فيه اللي يؤدي العقود الكارمية، فيه اللي يؤدي عقود الحب، فيه اللي يعلم، فيه اللي يتعلم. فطوال الوقت احنا نقوم بهذه المهمات ونمرر هذه الطبخة عشان نطبخ هذه الطبخة. فهذه هي المسؤولية الرئيسية لكل هذا الوعي الجمعي، هذه المسؤولية الرئيسية لكل هذا الوعي الجمعي. طيب الاستمرارية بالضبط، بالضبط، ان نشد، كل واحد يشد من طرف. مثلا يجي واحد متطرف، يجي واحد في الطرف الثاني، لانه لو استمر المتطرف رايح 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 اقفلت الدنيا. لا لا لا، لازم تستمر، فيجي احد يسحب من الطرف الثاني، واحد يروح قدام كثير، يجي واحد يسحب على ورا. خلنا في السنتر مستمرين في نفس الفكره. فهذا اللي طوال الوقت الارواح تؤديه. لذلك الارواح الجديده اللي جايه هي ارواح كبيره. طيب ليش الأرواح الكبيرة جاية الآن؟ لأن التحديات أكبر. الأرواح الطفلة ما عادت صالحة للوضع الحالي والمستقبلي. الأرواح الطفلة ما عادت صالحة للأرض. فالأجيال الجديدة راح تأتي كأرواح كبيرة ومعها رسائل أكبر من الرسائل اللي يحملها الأشخاص المتواجدون قبلهم. وبسبب أنه في كثير رايح تطرف على موضوع الأرواح الكارمية، قاعد تشتغل كثير شغل جامد، فعندنا أرواح وأجيال جديدة راح قادمة راح تحمل كثير من عقود التعليم والحب، كثير كثير، راح تقوم بعمل التوازن حتى تستمر الحياة. ولا لو استمروا اللي يحملون عقود كارمية كان دمرونا، كان تضاربا، ويعني قسموا الكرة الأرضية، يعني دمروها تدمير. لكن في الطرف الثاني هذولا قاعدين يعني يوازنون الموضوع. هذه هي مسؤولية الوعي الجمعي. التسعين والله جيدين، بس ما أقدر يعني أحكم، بس فيهم صحوة. طيب حبيبي رحم ملها، شنو أتصرف وياه؟ عجيب، إحنا مو موضوعنا الملاهي يعني، لكن أعتقد إنه يعني هو يبغى يروح بيروح يعني، ما أدري إذا عندك دور أو لا. أهمية ومسؤولية الوعي الجمعي لمحاربة فيروس عسى يظل في ناس يشدون يمين وناس يشدون يسار حتى تستمر الحياة. عمر 17 يعني روح كبيرة، محتمل. طيب أذكركم لا تكتبون سؤال طويل لأنه يطلع صغير ما ينقرأ، اختصر السؤال قدر الإمكان. أنا أكون مع العاقلين طفولية، مع الطفوليين عاقلة، وش الرسالة؟ والله ملاحظة جيدة صراحة، أبغاك تعمقينها شوي، أبغاك يعني تلاحظين مثلاً مو بس مع العاقلين مع الطفولين، تلاحظين على مستويات أخرى. يعني لما في أشخاص متطرفين هل تاخذين الطرف الثاني؟ لما في يعني قد يكون عندك شيء في دور في التوازن. فتابعي الموضوع، تابعي المراقبة، قد يكون عندك دور في التوازن. هل فنون الروح نفسها رسائل الأرواح؟ لا أبدا، تمام الموضوع 100% بعيد. فنون الروح اللي هو الفن اللي نقوم فيه حتى يطور أرواحنا. رسائل الأرواح وش دورك في هذه الحياة؟ وش أنت جاي تسوي؟ فنون الروح يعني ترسم، تمثل، هذه فنون الروح. رسائل الأرواح
يعني الروح الـ مثلا الفاسدة جاي عشان تفسد، جاي عشان تخرب، جاي عشان يعني تدمر شيء مثلا. الروح اللي تحمل مثلا، أو زي ما قلنا الروح البديلة اللي هي تنوب منابات الأشخاص أو تعطي بدائل. فهذه هي الرسالة، رسالة الروح هي الروح وش قاعدة تسوي. لكن هذيك لا، الفن، الفن اللي أي شخص ممكن يسويه ويتطور من خلاله. دائما لما أشغل قناة القرآن تطلع لي قصة موسى عليه السلام، إيش الرسالة؟ والله ملاحظة جيدة، يحتاج أنك أنت تقرأين القصة كويس وتفهمين كل الأحداث التاريخية اللي مر فيها موسى، وبعدين تستعرضين قصتك أنت، تستعرضين تاريخك وتشوفين وش الحدث اللي هو تقدرين تركبين هذا في هذا، إيش الشيء اللي مناسب أنك تقتبسينه من هنا وتركبينه في حياتك أو تستفيدين منه في حياتك.